شي واحد فطر في رمضان شنو دير؟ نقول الله يعفو عليه الله يهدي. اش لا نقول لك؟ اش غادي؟ اش غادير؟ هذيك زعما الا كان فاطر لا ما يأديش اديني احنا دابا كل واحد الله اعلم به هو داك السيد الانسان كيفاش الظروف ديالو كيفاش العقليه ديالو كيفاش انت ما تحكمش حتى الانسان غتشوفه واقف راسه قلت سويلاه تحكم عليه شنو في الداخل ما تعرفش شنو في الداخل. الانسان راه كيعاني من ناحيه الماده من ناحيه العيشه من ناحيه هذه والله اعلم. طلبوا لا نصحهم والو ما نطلب الله يعفو عليه ما نقول حتى هو داكشي اللي غتقول ليه ما غاديش ما يتقبلوش سمعتي واخا تقول لي داكشي راه ما يتقبلوش نطلب الله تعالى يعفو عليه هذا هو اللي نقول لي انا هذا كيطيحوا فينا ديال الترونسيس المرضى 36 ما عندوش فلوس فهمتي انا طاكسي انا دابا 53 عام الطاكسي ما خليت مطار ما خليت اكادير ما خليت مراكش ما خليت طنجه كنتلاقى مع شي نوع ولكن كنحاول نصبر في حقي باش نسلك الامور ديالي حيت اللي يبان لك بعقلو بصحته هو الكوفاطر غادي كيشرب الماء ولا كيكمي في رمضان اللي يمكنش هذا شي واحد كيكون بعقلو يكون انتيليجون وغادي يمشي هو غادي يفطر ولا غادي يدير شي حاجه الا إيه عنده شي خلل عقلي باش غيفطر ولا يدير شي حاجه ما يمكنش لي انا دابا بعقلي غنمشي نفطر رمضان انا رمضان غادي بالانجليزيه واحد العام كيطير الطير ويجي على راسو ودخلتني حاجه الطواليت وقال لي اشرب حتى المره اخرى ونعوضوا لك قلت لي لا انا خام الله ما نخاف حتى من شي واحد هادي وليت كنريق وما بغيتش نشرب ما بغيتش نفطر تبارك الله خام الله انا ما كنخافش من شي واحد خويا انا لقيت شي واحد فاطر على حسب العذر تاعو حيت مثلا تلقى مثلا هو فيه مرض السكر وقال لي الطبيب خاصك تفطر ها هي خاصو هو يتستر لان عباد الله ما عارفينوش هو الداء اللي فيه يمشي يتستر في شي بلاصه ولا في الدار يفطر ولا يكمي عا باش يخرج ماشي كيفطر بالعلالي وشاد كارو بالعلالي اللي داز كيقول شود الحرام راه هو فاطر الله ينعلو الله وما عارفينوش راه مسكين راه مريض اما انا اليوم في الصباح راه شفت واحد سكران هذا هو هو مالو حتى هو ملي سولته ها هو دابا انا قلت له الله ينعلو ملي سولته قال لي اخويا انا ازماتيك ومريض يعني طبيب عاطيه ياكل قال لي وراني سكران قلت له على الاقل ملي سكران سير هذا السر سير السر ماشي يشوفك بنادم دايخ وتا رمضان وعباد الله دايخه حنا دايخين عصايمين ودايخين هو دايخ ديال بصح هو هادشي اللي كاين خويا الله يعفوه عليهم اللي فيه شي مرض الله يشافيه واللي مبلي الله يعفوه عليه وخا مبلي سير تستر راه قال لك اذا بتوليتم فاستتيروا هادشي اللي كاين خويا قول لي انا لقيتي شي واحد فاطر في رمضان شنو غادير؟ غندير والو خليه الله واللي غيحاسبو راه الله اللي كيخلص كل واحد علاش غادي نتجادل معاه انايا راه الله سبحانه وتعالى هو اللي عطاه يعني ما كانش قادر عنده باش يصوم مريض فيه السكر فيه سنيده ولا لا واحد ما عنده الحق يتدخل فيه راه من الله الصيام كنصوموا لله ما كنصوموش لواحد اخر اول حاجه ما غاديش تزرب وتاخذ معاه شي اجراء اللي ما كاينش خاصك تعرف شنو هو عنده وعلاش هو كيكمي واش عرف الديانه ديالو اول حاجه حيت حنا علمونا والدينا وداك الشيء اللي قرينا عليه التعايش بين الاديان ومن بعد من هذا الشيء كامل غنوري الطريق الصحيحه ونقول ليه ما تبقاش تكمي وهذا الشيء اللي كاين نعطيه بعض النصائح باش نعطيه بعض الادله باش يتيقش هو الا مشيتي عندو لقيت شي مغربي وقال لك ما سوقكش فيا انا حر ندير والله نقول ليه الله يسمح لك صافي يعني انت ما اثرش عليك زعما لا ما غاثرش عليا حيت الله ما فرق كل عطى كل واحد راسه باش كل واحد شنو يدير وانا قلت لك اخالو ردات الفعل ديالي هي نقتل امو من الاخر واش فهمتي غنقتلو ولا غيقتلني المهم نحاولو نديرو معاه شي لعيبه وصافي واش فهمتي العام اللي فات كلاو لنا الشباكيه انا في كازا على 100 درهم كلاو لنا الشباكيه فهمتي كيفاش والله يدير لي فيها الخير هذا اللي كاين يعني ما تقبلاش لا شفتي شي واحد تفاطر في الروح لا ما نتقبلاش بالرجوله حق الله نقدروا نطايفو انا وياه ولا شي لعيبه وراك عارف رمضان هذا صاحبي كيما كنصوم انا خصك تصوم انت وما غتصومش ليا ولا لي غتصوم الله سبحانه وتعالى فهمتي كيفاش خص بنادم يصوم ويتقى الله رمضان هذا اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله